مهم جدا يكون النظام، الأنظمة اللي نتعامل معها. أنتوا زمان لما كنا مثلا نحكي عن الميكانيكا، تيجي تحكي أنه إذا لديك أو إذا تحركت سيارة أو تحرك صندوق على سطح أفقي أملس، طب هو في سطح أفقي؟ آه. طب في سطح أملس في الكون؟ ما في سطح أملس، وبالتالي لازم يكون في عندنا عنصر الاحتكاك، وهذا مر معكم في مادتكم بالأول العاشر درس عن الاحتكاك. وبالتالي قضية انه انا اتعامل مع حالة بسيطة جدا انه يكون في عندي سطوح ملساء تماما والاحتكاك فيها صفر، هذا كلام افتراضي حتى نسهل المسألة وبالتالي نعرف نتعامل معها وندرس الحالات ببساطتها، بمعنى ناخد الحالات البسيطة بعدين نضيف الاحتكاك ونضيف كذا. ومرت معنا كمان وين؟ مرت معنا بالسقوط الحر برضو بالصف العاشر، ونعم بالصف العاشر، انه الجسم لما يسقط سقوطا حرا يتاثر بالجاذبيه الارضيه باهمال مقاومه الهواء. طب هل ممكن فعلا انه نجد منطقه في الكون كله، او خلينا نحكي على وجه الارض كله، ما في هواء؟ بلاش نحكي على الكون، نحكي على الارض، ما في هواء، كل اماكن الارض وكل المواقع فيها هواء، وبالتالي الاجسام لما بتسقط بتتاثر بالجاذبية الأرضية ومقاومة الهواء، هذول قوتين أساسيات، ومع ذلك أهملنا مقاومة الهواء. نفس المعنى ونفس المنطق اللي بنتعامل فيه في درسنا اللي بنحكي عنه الآن، اللي هو إنه يكون عندنا النظام مغلق ومحافظ، وهي نقطة محافظ مهمة جدا وحكينا فيها بالفصل الأول في موضوع الميكانيكا، أن النظام يجب أن يكون محافظ. طبعا يجب في حالتنا الدراسية الحالية، لكن واقعيا الأنظمة الموجودة هي أنظمة غير محافظة. طب شو معنى النظام محافظ؟ يعني النظام المحافظ اللي هو ما في قوة معيقة، معيقة مش معيدة، دير بالك، قوة معيقة، ما في قوة غير محافظة. هي القوة غير المحافظة شو بتعمل؟ تعمل على أخذ طاقة من النظام أو إضافة طاقة للنظام. طيب لما بيكون ما في عنا في نظامنا المفترض، لاحظ كلمة مفترض، ما في عنا بنظامنا المفترض قوة معيقة، بمعنى قوة غير محافظة، لا بتضيف طاقة للنظام ولا بتاخذ طاقة من النظام، بالحالة هاي بنسمي النظام نظام محافظ. الآن هل الأنظمة المحافظة أنظمة موجودة بالحياة الحقيقية؟ أكيد لا، ولكن إحنا بنفترضها لتبسيط الحالة حتى يسهل دراستها، ثم بنتحدث عن الأنظمة الحقيقية اللي هي أنظمة غير محافظة. لذلك لما بنحكي بالأنظمة بشكل عام في تعبيرين مهمين جدا جدا، إما بنحكي عن تعبير بنسميه نظام محافظ، وفي تعبير تاني بنسميه عنه نظام مغلق، هاي محافظ وهاي مغلق. النظام المحافظ لا بدخله طاقة ولا بخرج منه طاقة، الطاقة في داخله محفوظة، وبما انه بنحكي عن طاقة حرارية اذا مهم جدا يكون عندنا ايش؟ يكون عندنا نظام محافظ، حتى يكون ما في اتصال بين هذا النظام والمحيط، حتى لا يكون في تبادل حراري او تبادل طاقة ما بين النظام والمحيط. وبالتالي في حالة لو كان في تبادل حراري او تبادل طاقة، يعني النظام راح يفقد من طاقته أو ينضاف لطاقته، وتفشل دراستنا البسيطة اللي إحنا بصددها. التعبير الثاني عن الأنظمة برضو نظام مغلق، وهذا النظام المغلق بيكون فيه لا في كتلة بتدخله ولا بتطلع منه. إذا لما نتحدث عن الكتلة المحافظة على الكتلة بهذا النظام، نتحدث عن نظام مغلق، ما في هناك لا كتلة بتدخل على النظام ولا بتخرج منه، ومحافظ لا في طاقة بتدخل على النظام ولا بتخرج منه. ركزوا لي على هاي بالذات، المسعر يوفر تقريبا لنا نظام محافظ. تعال أنا وياكم نشوف النظام المحافظ وما هو المسعر. طبعا المسعر يعني أقرب صورة له اللي هو الثيرموس تبع القهوة والشاي، أو حافظة الأغذية اللي بتكون تحفظ برودة اللحمة أو الطعام البارد، أو مثلا البيبسي والمشروبات اللي بدي أروح فيها رحلة وأحافظ على برودتها. لاحظ كلمة أحافظ على برودتها، أحافظ على سخونتها، معناها بدي أمنع أي تبادل حراري ما بين النظام والمحيط، لا يدخل طاقة ولا تخرج طاقة، وهذا فعليا يوفره
الثيرموس واشباه الثيرموس اللي احنا بنحفظ فيه القهوه ل 8 ساعات، لمرات يكون مكان جودته اكثر ممكن يحفظها ل 24 ساعه وممكن يكون اكثر. بينما لو حطيت القهوه بكاسه عاديه او بدله او باي وعاء طبيعي، خلال دقيقتين ثلاثه اربعه تبرد وبتاخذ حراره المحيط، بمعنى انه بيصير تبادل حراري بينها وبين المحيط حتى يحدث ما يسمى بالاتزان الحراري. حتى نحافظ على حرارة هاي المادة قهوة مثلا وأخذها على الرحلة أو على طلعة معينة وحافظ على سخونتها، ما بحطها بوعاء عادي، بحطها بثيرموس. ثيرموس، هذا الثيرموس هو أشبه أو يقترب من النظام المحافظ. كيف أنا ممكن أعمل نظام محافظ أو ما يقرب من النظام المحافظ؟ في المختبرات بنستخدم مش الثيرموس، هو شبيه بالثيرموس، شيء بنسميه المسعر الحراري، وطلعوا لي على رسمته. لاحظ المسعر الحراري اولا يتكون من جدارين، وكانه في جدار داخلي وفي جدار خارجي. الماده اللي بدي انا بدي احفظ الطاقه تبعتها، بمعنى بدي احفظ سخونتها، نفترض شو بعمل فيها، بحطها ضمن الجدار الداخلي. هون الجدار الخارجي والداخلي يفصل بينهم، لاحظوا هون يفصل بينهم مادة عازلة، مادة رديئة التوصيل للحرارة، مثل ما تكون مثلا انشارة خشب، ممكن تكون الهواء، ممكن تكون صوف صخري، أي مادة تكون. لو هاي المادة اللي بالداخل، ماء ساخن، قهوة ساخنة إلى آخره، بدها تفقد حرارة للجدار الداخلي، بيكون توصيل عبر المادة العازلة رديء جدا، فما بتطلع الحرارة على وين؟ على المحيط، فبضل بيعمل هذا الجهاز على حفظ الطاقة الحرارية في داخله، داخل المسعر. وبالتالي لاحظ الجدار الداخلي، ملاحظين هون هذا الجدار الداخلي وهون الجدار الخارجي، هاي لاحظ هون الجدار الخارجي، لاحظ ولاحظ انه في مسافة او في فراغ بين الجدار الداخلي والخارجي، ممكن هذا يكون معبأ بالهواء، ممكن يكون معبأ بأي مادة عازلة للحرارة او مادة رديئة التوصيل للحرارة. احنا مرات في البيوت للعلم بيجي بيحكي لك انا بدي اركب عزل، ببني الحيط وببني على مسافة 2 سنتيمتر مثلا طوب، بخلي فراغ، طوب عازل والحيط فيه عازلية والفراغ ما بينهم بحط فيه هواء، بخليه هواء، أو بحط فلين، أو بحط صوف صخري، مادة تكون رديئة التوصيل، حتى لو أنا دفيت الغرفة ما يطلع الدفى، بمعنى ما تطلع الحرارة للمحيط البارد اللي هو برا البيت، ولو أنا بردت الغرفة ما تتسرب الحرارة الحرارة من المحيط الساخن للمحيط لداخل الغرفة الباردة، وبالتالي هذا العزل اللي عملته قلل من التبادل الحراري ما بين الغرفة، جو الغرفة، هواء الغرفة، وما بين المحيط. وهذا اللي بيعمله الثيرموستات وبيعمله المسعر الحراري، اللي هو بدناش تحكي انه يمنع بتاتا التبادل الحراري، ولكنه شو بيعمل، بيقلل بشكل كبير التبادل الحراري ما بين المواد اللي انا بتعامل معها وما بين المحيط. اذا حكينا جدار داخلي، جدار خارجي، بينهم مادة عازلة، مغلق بغطاء محكم تماما. هذا الغطاء هون بيكون له فتحتين برضو مغلقات أو معزولات بشكل جيد، ممدود من واحدة منهم ميزان حرارة وممدود من واحدة ثانية محرك، حتى أنت لو حطيت مادة مي سخنة مع مي باردة تحركهم فيحدث التبادل ما بينهم بشكل سريع جدا قبل ما يتسرب أي كمية من الطاقة الحرارية أو من الحرارة إلى المحيط. وبالتالي هذا هو المسعر اللي فعلياً، هذا هو المسعر اللي فعلياً بيساعدنا بإيجاد ما يسمى نظام محافظ، حتى ما يكون في تبادل حراري ما بين المسعر أو ما داخل المسعر والمحيط، حتى نوفر شيء بنسميه نظام محافظ يسهل علينا دراسة المواد، يسهل علينا دراسة الطاقة المفقودة أو الحرارة، كمية الحرارة المفقودة، كمية الحرارة المكتسبة، التبادل الحراري، الاتزان عند أي لحظة بوصل الاتزان إلى آخره. كل هذا بنشتغل عليه بهذا الجهاز الذي يسمى المسعر. لذلك أنت لاحظ شرح لك عنه لقياس السعة الحرارية النوعية، يلزمني قياس كل من كتلتها والتغير إلى آخره. بما أن السعة الحرارية النوعية للماء معروفة، فيمكن قياس كمية الطاقة المتبادلة بين عينة من مادة مجهولة والسعة الحرارية وكمية محددة من الماء.
إذ تسخن العملية. طبعا هون حكي لك عن تفاصيل العملية مش مهم. وتسمى الأداة التي يحدث داخلها تبادل الحراري المسعر الحراري الذي يوضح مكونات طبعا اللي بيكون معزول حراريا بحيث لا يحدث شو طلع هون لا يحدث تبادل حراري بينه وبين المحيط الخارجي قدر الإمكان، ما في شيء اسمه من مرة، قدر الإمكان. نعم طلعوا لي على الشكل اللي هون نظام معزول حراريا، حطينا قطعة باللون الأحمر شايفينها هون، هون في عندك هاي القطعة إلها كتلة إلها حرارة نوعية اللي هي السعة الحرارية النوعية إلها درجة حرارة، وضعناها بمحيط وضعناها بماء لها كتلة لها حرارة لها إلى آخره. طبعا الحرارة النوعية أو السعة الحرارية النوعية للماء معروفة اللي هي تقريبا 4186 أو تقريبا 4200، وبالتالي لاحظ هون راح يصير تبادل حراري. أنا لما وضعت هاي لاحظ نظام معزول حراريا لما وضعتها فيه جعلتها نظام معزول حراري خليت التبادل الحراري وين؟ التبادل الحراري بين القطعة، ممكن تكون قطعة حديد قطعة نحاس قطعة مادة مجهولة، بدي أعرف كم السعة الحرارية النوعية إلها لأني وضعتها في ماء معروف السعة الحرارية النوعية له، وبالتالي أنا بعرف لهاي المادة كتلتها بعرف درجة حرارتها بس مجهول إلي السعة الحرارية النوعية إلها. الماء المحيط فيها بعرف كتلته بعرف السعة الحرارية النوعية له وبعرف درجة حرارته، وبالتالي لاحظ التبادل الحراري راح يتم فقط بين القطعة والماء، ما راح يتم هناك تبادل حراري مع المحيط. إذا كأنك بتحكي هون كمية الحرارة المفقودة من القطعة الساخنة تساوي كمية الحرارة المكتسبة من الماء، وهذا راح يستمر. هاي تفقد حرارة وهاي تكسب حرارة، القطعة تفقد حرارة اللي هي أسخن وهاي تكسب حرارة حتى يصلوا إلى حالة اتزان حراري. وبما أنه هذا النظام معزول حراريا إذا المنطق بيحكي العينة الساخنة راح تفقد كمية من الحرارة، مين راح يكسبها؟ اللي راح يكسبها هو الماء فقط، طبعا بإهمال تأثير المسعر، بإهمال تأثير مسعر بمعنى مادة المسعر ما كسبت ولا حرارة، نفترض هذا الفرض، ولكن هو فعليا بتكون كمية الحرارة المفقودة من القطعة الساخنة راحت للمي وللمسعر. طبعا هذا إهمال المسعر أو عدم إهماله بيحدده مين؟ بيحدده طبيعة السؤال. بس بما أنه حكينا نظام معزول إذا المحيط السراوندينج لم يكتسب أي حرارة، إذا الحرارة بقيت تبادلها ما بين مكونات مين؟ مكونات داخل المسعر، وبالتالي كمية الحرارة المفقودة من القطعة الساخنة اكتسبتها الماء. هذه المعادلة اللي هي كمية الحرارة المفقودة بتساوي كمية الحرارة المكتسبة عند الاتزان، عند هاي النقطة نقدر نحكي إنه أنا بإمكاني أوجد بعض المجاهيل. لو كانت الكتلة مجهولة السعة الحرارية النوعية لا مثلا القطعة هاي مجهولة، درجة حرارتها مجهولة، درجة حرارة الماء مجهولة، درجة حرارة المزيج النهائية